السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا أصدقاء. أتمنى يا رب تكونوا بخير، وأهلا ومرحبا بكم أحمد صالح وفي لقاء جديد في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وأهلا مرحبا بكم بالإطلالة الجديدة بالاستديو اللي قمنا الآن ببعض التجهيزات والمعدات اللي أضفناها لحتى نقدم لحضراتكم الجودة دائما بأفضل صوت وأفضل صورة وأفضل دقة حتى في مخرجات المعلومات. فتكرما قبل ما نبدأ بلقاءنا اليوم، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق وتعمل اشتراك إذا كنت ضيف جديد على قناتنا، ولا تنسى تعمل مشاركة لهذه الفيديوهات لتساهم معي بإيصال الأكبر قدر ممكن من المهتمين والباحثين عن هذه المعلومات. وأيضا لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف، ويلا مع بعض حتى نبدأ بلقاء متميز في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية مع أحمد صالح وفي برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم رح نبدأ بتصميم سلايد ماستر افتتاحي أيضا، لكن على هيئة تسجيل الدخول في المواقع الإلكترونية. كيف ممكن نعمل هذه التأثيرات في برنامج باوربوينت، وكيف نعمل انتقالات والكتابة التلقائية وكل شيء نحن نحتاجه في تصميم هذا السلايد. فيلا حتى نبدأ مباشرة في برنامج باوربوينت، وحتى ما نطول معكم باللقاء كتير. بداية أصدقائي رح نتوجه إلى أحد المواقع حتى نبدأ بالبحث عن أحد الصوريات يلي ممكن نحن نحتاجها أو تكون هي موائمة لفكرتنا في تصميم هذا السلايد. فنبدأ بهذا الموقع، نكتب كلمة كمبيوتر على سبيل المثال، نبحث عن أي صورة بتشوفها ممكن تكون مناسبة. تمام، وليكن عندي على سبيل المثال خلني أختار هاي الصورة، ونختار من فري داونلود، ونختار لارج حتى تكون معي الصورة بأعلى دقة وأكبر دقة. أختار مسار وليكن ديسكتوب، وأنقر على مفتاح سيف للبدء بتحميل الصورة. رح نتوجه إلى برنامج باوربوينت، وبننقر باليمين، ومن لي أوت يعني من تخطيط رح نختار شريحة فارغة، نتوجه إلى إنسيرت، ومن بيكتشرز اللي هي الصور رح نختار عندي ذيس ديفايس، أي صورة من هذا الجهاز. من ديسكتوب رح نحدد الصورة، هذه الصورة اللي قمنا بتحميلها، ومن ثم مفتاح إنسيرت. الآن الصورة أصبحت معنا مثل ما أنا شايفين بضمن الشريحة. رح نعمل اختصاص بما يتناسب مع أبعاد الشريحة من خلال الفورمات، وبتوجه إلى جروب، ونختار بمقاس أو بنسبة 16:9. طيب، أنقر بأي مكان، رح نأخذ الصورة إلى الزاوية، وبنقر على مقبض الزاوية المقابلة مع السحب طبعا لحتى أعمل تمدد ملء الشريحة وتكون معي صورة ملء الشريحة. في عندي إمكانية توجه إلى التأثيرات، عندي أول كلار، في عندي بعض التأثيرات، خلني أختار ويكون على سبيل المثال هذا التأثير. الآن رح ننقر باليمين على الصورة، وبتوجه إلى فورمات بيكتشر، فورمات بيكتشر أي تنسيق الصورة. في عندي شيء هون بخص الألوان، هذه الألوان تمام، عندك الإشباع وعندك الإضاءة وما شابه ذلك. إحنا رح نعطيها بعض العتامل حتى الأشكال رح أبدأ بتصميمها هي تكون بارزة وليست صورة الخلفية، فرح نعطيها بعض التعتيم إن صح التعبير. طيب، الآن رح أتوجه إلى Insert من Shapes، رح أختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنقر مع السحب لحتى أرسم معي مستطيل وليكن بهذه المساحة. رح نقلل من انحناءات الزوايا بعض الشيء تمام، وبالعرض كمان بعض الشيء. جميل، بتوجه طبعا إلى فورمات، ونختار من إليجان يعني هي المحاذاة، سنتر وميدل يعني إلى الوسط وإلى المنتصف. ومن التعبئة خلني أختار وليكن عندي هذه الألوان، هذا اللون مثلا، نختار هذا اللون تمام. أما الحواف خلي أختار كمان يكون عندي يعني قريب إلى اللون اللي أخذناه للتعبئة. وبتوجه إلى فورمات شيب أي تنسيق الشكل، طبعا اللاين أو البوردر رح نعطي بعض السماكة لخط الحواف، بعض السماكة. أما التعبئة فرح نختار شفافية للون التعبئة ليكون معي المظهر بهذا الشكل بالضبط يا أصدقاء. تمام؟ طيب، وليكون معي بهذا الشكل. الآن رح نضيف النصوص المتعارف عليها والموجودة طبعا في شاشة اللوجن. طبعا عندي اللوجن، رح أنا جهزت النصوص حتى ما أخذ من وقت الفيديو كتير. هذه اللوجن رح تكون معنا هون بهذا المكان. خلينا نتوجه الآن إلى Insert من Shapes، أيضا نختار شكل مستطيل ذو حواف مستديرا، ونختار التنسيقات نفسها للشكل الخارجي أو الشكل الكبير هو يكون نفسه، فبحدد عليه. ومن هون رح نختار نسخ التنسيق، وبنقر على الشكل نفسه لحتى أنا يكون معاي بهذا الشكل. تمام، طيب
بعد ما ضبطناها يكون عندي اياها بالمنتصف، بختار كنترول زائد دي اي تكرار لهذا الشكل. رح نغير التباب الزوايا لتكون معنا بهذا الشكل، بختار كنترول زائد دي تمام اي نسخه تالي. الان بالحق الاول او بالخانه الاولى رح يكون في عندي اليوزر نيم او مطلوب كتابه اليوزر نيم اسم المستخدم، والحق الثاني عندي الباسورد تمام مثل ما انا شايفين بالضبط. اما الملاحظه بالاسفل بتكون هي مثل تذكرني تمام او تذكر هذه البيانات، فرح نخليها بهذا المكان وبرجع بتوجه الى انسيرت ومن شيبس بختار مستطيل. طبعا انا اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى ارسم مربع صغير تمام. نفس المبدا باخذ نسخ التنسيق من هون وبرجع بنكر على المستطيل يكون معي بهذا الشكل تمام. نعمل تكرار لهذا المستطيل، بضغط افتح الشيفت وبنكر بسحب للاسفل تمام. طبعا هون راح نكتب عليه ايضا لوجن، طبعا هو نكره المفتاح راح تكون موجوده عليها، خلينا نضيف اللوجن هون. هل نسيت كلمه السر؟ خلني اضيفها بهذا المكان. وعندي اخر شيء يعني لانشاء حساب جديد او تسجيل الدخول او لا املك حساب، فاي تفاصيل انت ممكن تشوفها على هذه المواقع ممكن احنا نضيفها بهذا المكان. خلنا نضيف الأيقونات بهذا المكان، نعمل بعض الأشكال يعني. خلني على سبيل المثال أختار قوس من الدائرة مع مفتاح الشيفت، طبعا برسم قوس نصف دائري تماما بهذا الشكل. خلني أختار له يعني أي لون، أي لون أي سفل عفوا اللون، وليكن بهذا الشكل. وبرجع بختار شكل دائري، هذا شكل دائري، أضغط مفتاح الشيفت وأرسم دائرة ليكون معنا بهذا المكان. اختار الى نوفيل ونفس لون الحواف، يعني انا بختار بدون تعبئه مع لون الحواف، اضغط على مفتاح الشيفت طبعا وبحدد الشكلين وبختار كنترول زائد جيم. راح نصغر حتى نعمل يعني شخصيه الشخص المعبر عن تسجيل الدخول يعني، او هذا اللوجو او الرمز المعبر عن هذا الموضوع. الان من انسيرت وراح اختار ايكونز، في عندي ايقونه العين لاخفاء واظهار الباسورد، راح نبحث عنها وندور عليها. هذه موجوده هون، واختار انسيرت تمام بنفس الطريقه. خلني اختار لها لون وليكون عندي هذا اللون، اضغط مفتاح الشيفت ومنصغر المساحه وليكون معي بهذا الشكل. الان نحن لو شغلنا العرض التقديمي راح يكون العرض التقديمي بهذه الجماليه، وتم تصميم الشاشه الافتتاحيه بهذا الشكل، لكن نحن محتاجين يكون فيها شيء من الاكتيف تمام صح التعبير، يكون فيها شيء من التقدم التلقائي لكتابة اليوزر نيم والباسورد، ويتفعل عندي اللوجن حتى أنكر عليه ويتم تسجيل الدخول إلى العرض التقديمي أو المشروع اللي نحن قائمين عليه. كيف ممكن نحن ننفذ هذه الأمور؟ ركز معي الآن على الشكل التالي. أول شيء أنا رح أعمل تكرار لهذا الشكل، تكرار الألوم تمام. خلينا نعطيه وليكن من فورمات أي من تنسيق، وناخذ لون تعبئة هو اللون الأبيض تمام. طبعا الشفافية رح نرجع نقللها لأدنى شيء مشان يبرز معي اللون كامل بشكل كامل تمام. طيب رح نعمل تكرار لليوزر نيم، نحطه على طرف وباخذ طبعا والشكل كمان بعمل له كنترول زائد دي، وكمان رح نحطه عفوا وكمان رح ناخده على طرف تمام. الآن رح اسقط هذا الشكل هون بهذا الشكل بالضبط، يكون متطابقين تماما، متطابقين تماما يا أصدقاء تمام. الآن ما مفتاح الكنترول فيني أكبره ونشوف الوضع كيف رح يصير معنا. طبعا اللاين فقط كمان رح نعملها أبيض مشان يغطي كل الملامح تمام، وتكون معاي باللون الأبيض تمام. الآن نحن بعد ما ضبطنا الشكلين فوق بعضهم البعض، أنا محتاج يبدأ بظهور الاسم عندي بهذا المكان، لكن خلني أعطيه لون لون أسود وأبدأ بكتابة الاسم المراد، يعني الاسم المستخدم أي اسم. خلني أختار وليكون عندي على سبيل المثال أحمد صالح تمام، ونعطي شوية تكبير تمام. خلني اختار بولد تمام. انا محتاج الاسم يبدا بالظهور، وكانما انا كمستخدم عمالي بكتب الاسم، هذا صح التعبير. هذا الشكل خلني اختار الالو ايضا من فورمات اللون للحواف هو اللون الاسود تمام. اضع بهذا المكان تمام. الان يا اصدقاء ركز معي وراح ننفذ الخطوه الثانيه والثالثه على نفس الهيئه بالضبط. هذا الشكل انا محتاج ظهوره بعد فتره زمنيه بسيطه تمام. فلهيك انا بروح اتوجه الى الانيميشنز اللي هي الاظهار. خلني اختار فيد على سبيل المثال، او نختار ظهور يعني يظهر بشكل مباشر. خلني افعل جزء الحركه تمام. طيب من خيارات الحركه انا بختار يكون عندي
مع بعد السابق او مع السابق نفس المبدا ما بخلف معك، لكن رح نشتغل نحن موضوع التاخير. المده الزمنيه بتركها اوتو ونعمل تاخير وليكن بمقدار واحد، تمام؟ يعني خلني افهمك يا شوي، نشغل بعد واحد ظهر، حلو الكلام بهذا الشكل. رح ننقل انا على الاسم، وانا محتاج الاسم يظهر بالحرف من اليسار حرف حرف، وكانما اقوم بكتابته، فبنختار الوايب وبنختار جهه التاثير يكون عندي من اليسار مثل ما انا شايفين بالضبط. الان فينا اتحكم بسرعه اني ازيدها مثلا الى 2، هذه 2، ونسبة التأخير طبعا بعد الواحد اللي كانت هي الشكل الأول، تمام، يظهر معي التأثير يعني بعد 1.5 أو أيضا بعد 2. هون كمان يكون عندي مع السابق، عفوا خليني أعملها كمان بعد 2. طيب كلام جميل. طيب لما أشغل بعد 1 ظهر معي شكل وبدأت الحروف بهذه الطريقة بالظهور. موضوع السرعة فيك تتحكم فيها، وليكن أعتقد 1.5 هي مناسبة. خلنا نشوف مرة تانية، تمام بهذا الشكل. نفس الطريقة رح نجي ونطبق نفس الخيارات على الشكل الثاني، فخلني اختار كنترول زائد دي، تمام، ونختار التعبية تكون عندي اياها ايضا باللون الابيض، الشافية منقلها للصفر، تمام. طبعا خلني اختار لهذا الشكل كنترول زائد دي او تكرار، وبطبقها مع الشكل الاصل، وبحول يكون في عندي ايضا الحواف باللون الابيض لحتى اللون الاساسي ما يبان معنا. طيب الان كلام جميل لحد الان. انا هون محتاج يصير عندي الباسورد، خلني اختار كنترول زائد دي عن مربع النص، وبجي لهون بضيف نجوم، يعني هي لاني كلمه المرور راح تكون هي مخفيه، تمام، ما بتظهر يعني، تمام. خلني اعطي شويه سايز اضافي او كبر حجم الخط يعني، بهذا الشكل نضع بهذا المكان. العين تحرسكم. خلني اختار الالهم، هذا اللون، اللون الاسود. طبعا انا هيدي هلا بنفس الطريقه بتحكم فيها. قبل ما انتقل الى اظهارها، انا محتاج هذا الشكل يظهر مباشره مع المربع العلوي، يعني يتغير اللون مباشره. فخلني اختار له انيميشن، وايضا بختار ظهور، تمام، وبحركه ورا المربع بالضبط، ورا المربع بالضبط. طبعا هون عندي تاخير عندي اياه كان واحد، وهون ايضا بعمل التاخير كمان واحد، وبخليكم عندي اياه مع السابق والتاخير مده واحد. الان احنا لو شغلنا، تمام، مثل ما شاهدنا انه مباشرة ظهر معي، يعني تغير معي الرسم مع الشكل مباشرة. نفس المبدأ هون، انا محتاج عندي على هذا الشكل اعمل له تأثير الظهور، تأثير الظهور، وبختار ايضا يكون عندي مع السابق، ونجعل مدة التأخير تكون عندي مثلا بعد 3، تمام. نفس المبدأ عندي العين كمان نفس المبدأ، بجي بختار نفس التأثير، والبداية تكون عندي مع السابق، والتأخير أيضا 3، عفوا هذه 3. بعد ما تبدأ الكتابة، يعني بعد ما تبدأ ظهور الكتابة، يعني خليها مثلا بعد 3.5، تمام، أيضا بتكون معي مع السابق. الآن رح أشغل، ظهر معي اليوزر نيم وظهر معي الباسورد، كلام جميل لحد الآن. بس اللي انتهينا أو انتهت ظهور هذه الأشكال والتأثيرات، يبدأ يتفاعل معي اللوجن لكن بطريقة أفضل وطريقة أجمل، تمام. خلني أختار كنترول زائد دي، ونفس المبدأ نعطي شافية، منفعل جريديانت فيل أي هي التدرج اللوني، نضبط درجات لونية حسب الطريقة اللي أنت بتناسبك. أنا راح أترك الآن هذه التدرجات الفضية، تمام. خلني أختار وأضع الشكل بهذا المكان بالضبط. الآن بنفس الطريقة خلني أختار الألو ظهور، وبختار يكون عندي مع السابق، وبختار بعد يعني 3.5 أو بعد 4 يبدأ بالظهور. بس يلي ظهر تظهر معاه كلمة لوجن، تمام، خلني أختارها لهون، تمام، وخلني ألونها باللون الأسود، هذا هو اللون الأسود، تمام. ومن أنيميشن نرجع نعطيها تأثير كمان الظهور، وتكون عنديها أيضا مع السابق، وتكون عنديها بعد 4، يعني أنا هذا الشكل يظهر بعد 4 ويظهر معه كلمة لوجن مباشرة. الآن نحن لو شغلنا وشفنا من البداية كيف رح يصير معنا، ظهر بسطيل الأول ونكتب اليوزر نيم والباسورد وتفعل عندي اللوجن. طبعا اللوجن ظهر يعني بكير شوي، فلهيك أنا محتاج أني أنا أعمل له يعني كمان تأخير وليكن بعد 5، نفس المبدأ عندي هون أيضا بعد 5، قبل ما ياخذ وقته بالباس كتابة الباسورد يتفعل عندي اللوجن. منعيد مرة تانية، هذا هو اليوزر نيم بعد ما كتب عندي الباسورد، وبعد ما ادفع معي شاشة اللوجن. الآن راح أضيف سلايد جديد، هذه شريحة جديدة، أنا فقط كيف أعمل ربط لهذا المفتاح إلى الانتقال. بداية خلي أتفق معك على أمر، خلني أسكر النافذة اللي هون، أتفق معكم على أمر.
أن هذا العرض الافتتاحي مصمم حتى يبدأ معي بالانتقال بالتتالي، يعني أنا وين ما نقلت هو راح يشتغل بأي لحظة كانت. أنا لازم أعطل هذا الموضوع وأجعل الانتقال حصرا بالأزرار، يعني أنا لما أنقر على مفتاح اللوجن هو بقى الآن يعمل عملية الانتقال. فلهيك أنا بتوجه إلى سلايد شو، بتوجه إلى سيت أب سلايد شو، وبنختار مستعرض دون مراقبة من الشاشة، نمط 3 واختار أوكي. الآن أنا محتاج، لاحظ هذا المفتاح اللوجن، بتوجه إلى Insert وإلى Action اللي هو إجراء، وبنعمل Hyperlink to، أي ارتباط تشعبي إلى سلايد، إلى شريحة معينة، وبحدد رقم الشريحة، بقى هي عندك رقم 10 رقم 15 إلى أي شريحة اختيارية. أنا عندي الآن هو شريحة رقم 2، فرح نعمل ربط إلى شريحة رقم 2، بناخد أوكي وبناخد أوكي. الآن إحنا لو شغلنا، طبعا أنا ما عندي أي شيء، وين ما نقلت ما رح يستجيب، تمام، عم يشتغل شغله خالص. يعني لما يتفعل معي اللوجن، لاحظ لما راح انكر هو راح ينتقل الى الشريحه رقم 2، تمام، او الى الشريحه المراد للانتقال. لا، بكل اختصار وبكل بساطه اللي حبيت اني انا اقدم لكم اياه هو تصميم سلايد افتتاحي على هيئه تسجيل الدخول بنمط جميل وجذاب بصراحه، يعني يغني الباوربوينت او العرض التقديمي بهذه التصاميم. وفيه بعض الاكشن البسيط للحركات المعتاده اللي هي اليوزر نيم والباسورد، وايضا تفعيل شاشه اللوجن والنقر عليها، فبيئه المحاكاه تشد الناظرين وتشد جمهورك ليعطي جماليه اكثر ويعطي تسويق فعال لمعلومات ضمن مشاريعك في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. ان شاء الله تعالى بالايام الجاية رح نصمم ويب سايت كامل مع كل الاقسام وكل المشاريع وكل الافكار وكل التصاميم اللي انا محتاجها لتسويق هذه الافكار، لكن الهوية البصرية للعرض التقديمي رح تكون على شكل ويب سايت بعد ما نحن انجزنا الشريحة الافتتاحية. اصدقائي، قبل ما اختم معكم لقاء اليوم، اذا كان في اي حد منكم طالب جامعي او مدرس او معلم او مدرب أو محاضر حتى بالجامعة ويرغب بتصميم عروض تقديمية احترافية، منقدم ضمن خدمة الانتساب في قناة عالمكم. الخدمة الآن أصبحت متاحة من فترة قصيرة، بإمكانك التوجه إلى مفتاح الانتساب وطلب الخدمة في المستوى الثالث، رح تشوف فيها طلب مشروع خاص. فبهذه الخدمة إن شاء الله أنا بقدم لك خدمة التصميم للعروض التقديمية، سواء كانت هي محاضرات أو كانت حقائب تدريبية أو مشروع تخرج أو حلقة بحث أو درس تفاعلي درس تعليمي، أي يكن المجال اللي أنت محتاجه، فممكن أنك تتواصل معي ومن خلال خدمة الانتساب في المستوى الثالث تطلب الخدمة ونبدأ بها المراسلة ووضع خطة لهذا العمل وتنفيذ العمل على أكثر احترافية. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، ولا تنسوا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.